كم شي جيب لكم اليوم صحيح على شنو باش نجيبو صحيح تتسويت نكتشفو جيب صحيح. صباح النور فتحية مرة أخرى، صباح الخير الناس كل اللي تبع فينا بتوعي عام 7 متاع الصباح. اليوم اخترنا في خضم خلينا نقول الجدل اللي صاير الدستوري، وبارح شفنا مجلس النواب شعب تبع برش حديث بعد المرض متاع رئيس الجمهورية، عنا قانون طوارئ، عنا الدعوة للانتخابات، عنا زادة الامضاء متاع التنقيحات متاع القانون الانتخابي، برشا كلام على رئيس الجمهورية، فما بتبيع زادة المحكمة الدستورية. احنا حابين ناخذ اكثر توضيحات من عند اهل الاختصاص، ومعانا عبر الهاتف الاستاذة سلسبيل القليبي باش ناخذ معندها اكثر تفاصيل، تحاول تبسط لنا الامور شوية باش حتى المواطن التونسي يفهم، حتى مروة زادة تفهم شنو اللي باش يصير بالضبط، وشنو النجم نقولوا اللي ننتظروه من رئيس الجمهورية ومن مجلس النواب الشعب وكل امور. احنا في بلاد ديمقراطية تورينا، ما عادش فما غير القانون وغير الدستور. استاذة صباح النور. صباح الخير لكل الفريق ولكل المستمعين والمستمعات. برشا حديث مدام على اللي صاير بطبيعة، كما تعرف بطبيعة خصوصا بعد مرض رئيس الجمهورية برشا حديث، وقالوا انه الاجيال فما عديد الاجيال قربت برشا منها دعوة للانتخابات والقانون الطوارئ. كان تعطينا تحطنا في الاطار شنو مطالب رئيس الجمهورية، وكان ما ينجمش يقوم بمهامه شنو يصير؟ صحيح، هو توا احنا في وضعية اللي فما عديد الرهانات المطروحة، منها المستعجل، ورغم اني باش نجاوب مباشرة على سؤالك اليوم سألت يعني مرض رئيس الجمهورية على حسب اخر تصريح لرئيس الجمهورية ما عادش مطروح اطلاقا بما انه غادر المستشفى، ولذا المنتظر منه المسجد فرنسا الكل تنتظر منه انه بطبيعة يقوم بالمهام هذه اللي قلت البعض منها مستعجل. شنو هو المستعجل اليوم؟ المستعجل هو اللي يتم في الاسبوع هذا. علاش؟ على خاطر عندنا اولا محطة عندها علاقة بالوضع الامني للبلاد، نعرفوا اللي حالة الطوارئ هو في الواقع مش قانون الطوارئ، نعرفوا اللي الأمر هو اللي ينظم حالة الطوارئ. الأمر هذا يخول لرئيس الجمهورية إعلان وإلا التمديد في حالة الطوارئ. حالة الطوارئ اللي وقع الإعلان اللي وقع التمديد فيها منذ شهر تنتهي غدا، يعني يوم 4 جويلية، وبالتالي يا إما غدوة يا إما على أقصى تقدير بعد غدوة رئيس الجمهورية مانيش نقول يمدد لكن ياخذ موقف، ياخذ موقف خاطر هو ماهوش ملزم قانونا باش يمدد، لكن ياخذ موقف على ضوء بطبيعة المعطيات الأمنية أو الوضع الأمني الراهن اللي نعرفه اللي هو دقيق اليوم بسبب العمليات الإرهابية الأخيرة. ياخذ موقف يعني إما أنه ما يجددش وإلا يجدد أو بالأحرى يمدد، مع العلم أنه تمديد في حالة الطوارئ ما ينجمش يكون بطريقة ضمنية، يلزم يصدر أمر صريح من رئيس الجمهورية يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ. نعرفوا بحالة الطوارئ يعني آلية قانونية على غاية من الخطورة، خاصة فيما يتعلق بإنعكاسها على الحقوق والحريات، وبالتالي التمديد فيها يعني ما ينجمش يكون بطريقة ضمنية. دونك رئيس الجمهورية عليه أن يتدخل. ألوغ إذا كان ما عمل حتى شيء، إذا كان ما أمضاش أمر في هذا، يعني أنه قرر أنه يوقف العمل بحالة الطوارئ. في عكس ذلك، يعني إذا كان قرر التمديد يصدر أمرا بالتمديد. هذه بالنسبة للمحطة الأولى والمتعلقة بالوضع الأمني. المحطة الثانية متعلقة بالانتخابات. ألوغ نعرف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملت الرزنامة، أصدرت ونشرت الرزنامة بتاع الانتخابات المقلة، وقررت أنه موعد الانتخابات التشريعية باش يكون في 6 أكتوبر، والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية باش تكون في نوفمبر. وعليه إذا كان نرجع أحنا للدستور نكتشفوا أنه بما أنه الدستور يقول أنه رئيس الجمهورية من بين اختصاصاته دعوة الناخبين للانتخابات، وأول انتخابات هي بتكون انتخابات تشريعية، والدعوة هذه لازم تكون على أقصى تقدير 3 أشهر قبل الموعد الانتخابي. ولذا على أقصى تقدير 6 جويلية هو الموعد الأخير اللي يلزم فيه رئيس الجمهورية يصدر أمر
يقضي بدعوة النخبة رئيس الجمهورية من بين صلاحياته من بين اختصاصاته من بين مسؤولياته تنفيذ رزنامة الانتخابات. أستاذة لو كنت تسمح جزء التبسيط معناتها الشكل الدعوة معناتها تكون معناتها يكون في كلمة أمر. ولا أمر لا 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 مش لا لا أطلاقا هو أمر ترتيبي يقضي بدعوة التخمين يعني ما هو شيء ما يتوجهش بكلمة للشعب التونسي يدعو النخبين إحنا شو يعني إحنا جربنا هذا اختبرنا هذا في الرئاسة المؤقتة الأولى سنة 2011 مع السيد فؤاد المبازع شفنا هذا كذلك مع الرئاسة المؤقتة الثانية مع السيد منصف المرزوقي في 2014 في كل الحالات وهذا النصوص القانونية تحدو يعني مش يتوجه بكلمة للشعب التونسي لدعوته للانتخابات هو أمر الصيغة القانونية هي أمر ترتيبي يصدره ويمضيه يقضي بدعوة الناخبين مش نكونوا طافحين المحطة الثانية هي مدعو فيها رئيس الجمهورية لإنفاذ الدستور والقانون الانتخابي ورزنامة الانتخابات اللي حددتها الهيئة العليا مستقل الانتخابات واللي هو من اختصاص 6 جويلية هو الحد الأقصى باعتبار أنه الدستور يتحدث على 3 أشهر على الأقل قبل الموعد الانتخابي هذا بالنسبة للزوز نقاط الأولى تبقى نقطة ثالثة واللي هي كذلك متعلقة بالعملية الانتخابية نعرف اللي كان مشروع تعديل القانون الانتخابي يعني تقدم وصدر يعني صادق عليه مجلس النواب لكن نعرف كذلك اللي وقع الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين توا نستناو احنا في قرار الهيئة هذه اللي هو مهما كانت طبيعته يجب أن يحاب على رئيس الجمهورية مش معتها مهما كانت طبيعته يعني إذا كان الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قالت إن القانون سليم ما فيه حتى خرق للدستور تحيله على رئيس الجمهورية من ختم ما نجمش يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية وهني إذن مرة أخرى رئيس الجمهورية هو المدعو للقيام بمسؤولياته إما أن هنية نرجع للدستور نلقاو أنه فما فرضيتين إما أنه يختم ويأمر بنشر الرسمي وشدخل النص هذا حيز التنفيذ كان تسأل من عرش من بعد ونشوف القضية متعلقة ب كيفاش باش يدخل وقتاش ينجم يتنفذ هذه مسألة أخرى ولا قضية أخرى لكن رئيس الجمهورية عنده كذلك إمكانية أخرى يعطيه حق النقض أو حق إرجاعه بالضبط رد القانون للمجلس لمداولة ولمسابقة ثانية تكون بأغلبية معززة. هو أستاذ فهم إشكالية في تطبيقه إذا كان صادق عليه رئيس الجمهورية؟ بتبيع هذا يرجع إلى وقتاش باش يصادق عليه إذا كان مش يصادق عليه سمحني ما يصادقش رئيس الجمهورية المجلس هو يصادق ختم القانون اللي هو أمر بتنفيذه هو رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية ووظيفته هو السهر على تنفيذ القوانين وأول حلقة في السهر على تنفيذ القوانين هي الختم هنية إذا كان الختم تم قبل 22 جويلة نعرف احنا 22 جويلة تاريخ مفصلي باعتبار هو اللي باش القائمات فيه بالضبط تتفتح فيه الترشحات تقديم الترشحات وبالتالي إذا كان وقع ختمه قبل 22 جويلية ينجم يطبق القانون اعتبار أنه اللي باش يقدم الترشح نتاعو باش يكون عارف على شنو القانون معناتها أستاذ نفهم إذا كان رئيس الجمهورية ختم القانون هذا متاع التنقيح اللي صاير بخصوص القانون الانتخابي فإنه يصبح معناتها مطبق في الانتخابات هذه إذا كان 22 جويلية 22 إذا كان الختم باش يكون بعد 22 جويلية معناتها ما ينجمش الناس بدأت يعني تقدم في الترشحات نتاعها وان كور دو روت يعني في وسط الطريق هي يقولوا لهم لا راهو ما عادش الشروط هذيك انا ما نجمش ننساو انه جانب هام من التنقيح هذايا يهم شروط الترشح لذا ما تنجمش انت نبداو بنص ونفاو بنص اخر ولا في يعني في وسط الطريق نقولوا للناس لا يعني اسحبوا افشبوا الملفات نتاعكم وعاودوهم على اساس ولا على ضوء مش معقول هذايا واضح وهو حتى توا معناها فما برشا تعرف اللي فما جدل قانوني بالنسبه لهذايا يقول لك فما ناس يعني
توا محضرة الملفات بتاعها ومحضرة المرشحين بتاعها، خاطر لازمش ننساو الأحزاب السياسية وال يعني المستقلين محضرين المترشحين بتاعهم على ضوء نص قانوني معين. دكتور حتى وكان باش يختموا في آخر دقيقة باش يضطروا هما في آخر دقيقة باش يعاودوا يراجعوا يحاولوا يلوجوا على مرشحين اخرين اذا كان عندهم مرشحين اللي هما يلقاو نفسهم معناها ما عندهمش الحق يترشحوا بمقتضى التنقيحات الجديده. هذا الكل راح مشكل، لكن خلينا في القراءه الضيقه للنص نقولوا احنا اذا كان بعد اذا كان الختم تم بعد 22 جوليا مش ممكن انه ينطبق في الانتخابات الانتخابات الحاليه. مدام سلسبيل جوست نرجع شويه للمحكمه الدستوريه، نعرفوا انه توا تقريبا مغلب الاراء تقول لك اللي توقيت معناها ولا صعيب ياسر باش نرسيو اليوم المحكمه الدستوريه، ثم معناها المده النيابيه قصيره برشا، ثم تخوف برشا خاصه انه معناها جمع 145 صوت صعيب ياسر في ظل الغيابات نتاع النواب. دونك طرحت برشا فرضيات اخرى ومن بينهم المقترح نتاع حركه النهضه مثلا والاتجاه الى معناها الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين، ثم زاد فرضيه اخرى اللي اعطاء معناها صلاحيه المجلس النواب الشعب لانه معناها عنده شرعيه الانتخابيه فوالا، دونك انهم يعوضوا المحكمه الدستوريه. هل هذا ممكن وخاصه فيما يتعلق بالنقطه تاع معينة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، هذا ممكن ولا؟ شوف دقيقة نكمل ساعة بالنسبة للنقطة الأولى. دونك رئيس الجمهورية ينجم يراجعش أو ينجم يدخل يعني يختم ينجم يرى أنه ما فماش حتى مدر في إعادة النص دونك يختم مباشرة، لكن يلزم الفرضية الأخرى أنه الهيئة الوقتية تقول أنه النص مخالف للدستور وهنية وجوبا يلزم يرجع لمجلس النواب باش يعاود يراجعوا ويراجعوا على ضوء ملاحظات الهيئة الوقتية باش يرجعوا مناسب للدستور. خلينا دونك هذه فرضيات. دونك المهم بالنسبة للسؤال نتاعكم هو صلاحية رئيس الجمهورية هي المتعلقة دونك اليوم المسألة الخاصة بالانتخابات وولاءات الانتخابات والمسار الانتخابي. يلزم عندنا مشروع قانون تنقيح يلزم يقع ختمه قبل 22 جويلية إذا كان ما تمش هذا لسبب أو لآخر، إما أنه رجع باستعمال حق النقد لرئيس الجمهورية أو لأنه غير دستوري، نقعدوا احنا نطبقوا، فما حتى مشكل راهو فماش حتى تعطيل، نقعدوا نطبقوا في القانون القديم الحالي. نمشيو ديريكت بسرعة لأن ما عادش عندنا الوقت. داكوغ، بالنسبة للمحكمة الدستورية راهو صحيح أنه فما تحرك اليوم في المجلس وسعي ل انتخاب ثلاثة في الواقع المتبقين خاطر هما ديجا انتخبوا واحد، لكن راهو ما يلزمش ننساو انه ارساء المحكمة الدستورية مازال عنده اجراءات اخرى، فما اربعة اعضاء يلزم ينتخبهم المجلس على القضاء بأغلبية الصوت، وهذا يلزم وهذا ياخذ وقت خاطر يلزم المجلس على القضاء يفتح الترشحات ويلزم دونك ينتخب دونك يتفق على بأغلبية الثلثين على المترشحين الأربعة الراجعين بالنظر، ومن بعد في آخر المطاف فما أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. إذا في الواقع المسألة ماهيش بالبساطة اللي يتصورها المجلس اليوم يقول احنا نجمو نقعدوا على طاولة ونتفقوا على ثلاثة المتبقين. بالنسبة للمسألة نتاع إذا كان ما عندناش محكمة دستورية شنو اللي نعمله في حالة الشغور، هذه تمت الإجابة عليها بدون تفاصيل. حالة الشغور اليوم إذا كان نرجعوا لتصريحات رئاسة الجمهورية ما عادش مطروحة، ولذا يعني مش لازم نرجعوا للقضية هذه اللي تم الحديث فيها. صحيح فما زوج نظريات، فما شكون يقول اللي نجموا نعطيو الاختصاص نتاع معاينة الشغور للهيئة الوقتية، وهذا في اعتباري في اعتقادي ماهوش مطروح وماهوش سليم باعتبار أنه ما عندهاش الاختصاص هذايا لا بالقانون ولا بالدستور، مش القانون الأساسي نتاعها فقط، حتى بالدستور. وفما شكون يقول أنه الهيئة الوحيدة بعد رئيس الجمهورية اللي تمتع بمشروعية شعبية هي مجلس النواب، ويمكن هو إذا على ضوء المعطيات موضوعية من طاقم طبي يعني منتمي لمؤسسة استشفائية عمومية يمكن هو يعاين حالة الشغور، لكن عاود نقول مرة أخرى اليوم المسألة هذه ما عادش مطروحة والحمد لله. واضح، شكرا لك. شكرا لك أستاذ.